وفي هذه الأثناء تم اكتشاف طائرات معادية قريبة من حدودنا كما تشاهدونها الآن، وتم توجيه الطائرات الدفاعية لقواتنا الجوية المشتركة للاشتباك معها، وتم اعتراض هذه الطائرات داخل الحدود. في مثل هذه الاشتباكات تتم عادة بمجرد اختراق طائرات العدو مجالنا الجوي، وتكون بعيدة جدا عن مرء الجميع، ولكن لأغراض التمرين تم جلب هذه المناورة الخفيفة أمام المنصة مباشرة كما تشاهدون.